السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد وإن شاء الله هنشتغل مع بعض غرزة جديدة على القناة، الغرزة مجسمة فيها شوية فراغات تنفع صيفي وتنفع شتوي، ممكن تدخليها في شغل كتير جدا من شغل الكروشيه، تشتغلي منها كوفية، بطانية بيبي، آيس كاب، تدخليها في اللبس بيكون شكلها في منتهى الجمال. معايا الخيط اللي هشتغل بيه ومقاس إبرة مناسب للخيط بتاعي. هنبدأ مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. وأول حاجة هنعمل عقدة البداية، وهنشتغل عدد سلاسل بيتكون من مضاعفات رقم 6 أو رقم بيقبل القسمة على 6. بدأت ب 36 سلسلة، وفوق العدد الكلي هشتغل 3 سلاسل. بعد كده هعدي غرزة 2 3، وهاجي في الغرزة رقم 4 هلف الخيط وهشتغل أول عمود بلفة، والارتفاع كمان بحسبه عمود من ضمن عدد الأعمدة اللي أنا بشتغلها. كده معايا ارتفاع، وفي السلسلة اللي جنبه عمود بلفة، ألف الخيط. السلسلة اللي بعده بشتغل فيها كمان عمود بلفة، وبشتغل على كل السلاسل اللي هتقابلني لنهاية السلسلة بغرزة العمود بلفة. اشتغلت على السلسلة كلها بغرزة العمود بلفة، ده أول سطر ويعتبر الأساس اللي أنا هبدأ عليه الغرزة بتاعتي. ممكن تخلي الأساس بتاعك سطر حشو في البداية، وممكن تبدأي شغل على السلسلة على طول. لو أنت هتخلي السلسلة أساس ليكي في الشغل ومش هتشتغلي سطر العمود بلفة، أو هتخلي الأساس بتاعك سطر حشو، هتزودي غرزتين بس بدل 4، وهتسيبي غرزة واحدة وتشتغلي في التانية على طول. أنا حابة جدا الأساس لو أنت هتشتغليها كوفية تخليه سطر عمود بلفة، علشان لو أنت هتركبي شراشيب هيكون أفضل بكتير عشان الفراغات. وحتى لو مش هتركبي شراشيب، سطر العمود بلفة بيكون انسيابي وما بيلفش معاكي أو ما بيبرمش. يعني السطر التاني هنبدأ الغرزة بتاعتنا، وهناخد سلسلة واحدة ارتفاع هلف الشغل، وهاجي في أول مكان اللي طالع منه الارتفاع وهشتغل غرزة حشو. بعد غرزة الحشو هشتغل سلسلة، هلف الخيط وهعدي غرزة 2 بعد اللي انا اشتغلت فيها، طبعا هتعدي غرزة فاضية 2، وهتيجي على التالتة في الغرزة رقم 3 هتشتغلي 6 عمود بلفة جنب بعض في نفس الغرزة. 2 3 4 5 6. بعد الست عمود هشتغل سلسلة واحدة، وهعد من تحت غرزة فاضية 2، وهاجي على الغرزة رقم 3 هشتغل حشو. بعد كده هشتغل بعد الحشو سلسلة، يعني قبل الحشو سلسلة وبعد الحشو سلسلة، هلف الخيط وهعد غرزة 2، وهاجي على الغرزة رقم 3 هشتغل 6 عمود بلفة في نفس الغرزة. 2 3 4 5 6. بعد 6 عمود بشتغل سلسلة، هعد من تحت غرزة فاضية 2، وهاجي على التالتة هشتغل حشو، وبعد الحشو سلسلة، يعني قبل الحشو سلسلة وبعده سلسلة، قبل الست عمود سلسلة وبعديهم سلسلة، في سلسلة بتفصل ما بين كل غرزة واللي بعدها. بعد السلسلة بتاعت الحشو هسيب غرزة فاضية التانية، وهاجي على التالتة وهشتغل 6 عمود في نفس المكان. 2 3 4 5 6. بعد 6 عمود هشتغل سلسلة، هسيب غرزة فاضية تانية، وهاجي على التالتة هشتغل حشو، وبعد الحشو سلسلة هلف الخيط واسيب غرزة فاضية التانية وهشتغل في التالتة 6 عمود، وهكذا لنهاية السلسلة. وصلت لنهاية السطر الأول من الغرزة، وآخر حاجة اشتغلتها كانت 6 عمود وبعدهم سلسلة. هنبص هنا هنلاقي باقي معايا في السطر غرزة 2، التالتة الارتفاع، يعني باقي معايا 3 غرز. كده العدد مظبوط معايا. بعد السلسلة اللي انا اخدتها بعد 6 عواميد هعد غرزة 2، وهاجي في الارتفاع في السلسلة التالتة وهشتغل غرزة حشو.
بداية السطر كانت غرزة حشو ونهايته كانت غرزة حشو. لازم البداية دايما في السطر ده تكون زي النهاية غرزة حشو. هنبدأ السطر اللي بعد كده ارتفاع 2 سلسلة، وهنا اشتغلت 2 سلسلة بدل 3 لان انا عايزة حرف الكوفية يكون مشدود معايا. لو انت عايزة الحرف بتاع الكوفية يكون مموج حاجة بسيطة هتشتغلي الارتفاع 3 سلاسل، انا عايزاه يكون مشدود عشان كده اشتغلت 2 سلسلة بس. هلف الشغل على الجنب التاني، هلف الخيط وهيقابلني الست عواميد اللي جنب بعض. هاجي على اول عمود وهرفعه على الابرة، هدخل من جنب العمود وهطلع من الجنب التاني هرفعه على الابرة بريد امامي، هسحب الخيط وهكمل وهطلع من حلقتين في حلقتين. العمود التاني ما بشتغلش في حرف الفي خالص او في راس العمود، باجي وبرفع العمود على الابرة من الجنب كده، بسحب الخيط وبطلع من حلقتين في حلقتين. العمود التالت برفعه كده، بسحب الخيط وبطلع من حلقتين في حلقتين. اشتغلت 3 عمود امامي ورا بعض. بعد كده بشتغل 2 سلسلة، بشتغل دايما 3 عمود في الاول ووراهم 2 سلسلة، وبرجع اكمل شغل على التلات اعمدة التانيين. بلف الخيط، باجي على العمود الرابع برفعه وبشتغل عمود امامي. العمود الخامس عمود امامي. العمود السادس عمود امامي. اشتغلت الست اعمدة امامية بين كل 3 واللي بعدهم اخدت 2 سلسلة في النص. مش هشتغل سلاسل ولا اي حاجة، هلف الخيط على طول وهتخطى غرزة الحشو وهنقل على الستة اللي بعد كده، وهشتغل في اول عمود امامي. العمود التاني امامي. العمود التالت امامي. بصوا انا برفعه على الابرة ازاي. وبعدين هشتغل 2 سلسلة، هلف الخيط واكمل. العمود الرابع امامي، الخامس امامي، العمود رقم 6 كمان امامي. اشتغلت الست اعمدة امامية بين كل 3 واللي بعدهم 2 سلسلة. بصوا الشكل بقى كده. هنشتغل في الستة اللي بعدهم، هلف الخيط هتخطى غرزة الحشو وهاجي على العمود على طول. العمود الاول امامي، العمود التاني بنفس الطريقة، العمود التالت، وبعدين 2 سلسلة. العمود الرابع، الخامس، السادس. السطر التاني من الغرزة بنشتغله كله أعمدة أمامية بنفس الطريقة. هكمل السطر وهرجع لكم ننهي سوا ونبدأ سطر جديد من الغرزة. وصلت لنهاية السطر التاني، وبعد الأعمدة الأمامية هلف الخيط وهيقابلني أول غرزة حشو في السطر اللي قبله، هشتغل فوقيها عمود بلفة. كنت بادئة السطر باتنين سلسلة ارتفاع وهنهيه بعمود بلفة. بداية السطر زي ما قلنا دايما لازم تكون زي نهايته. ده شكل الغرزة، وده الظهر. الظهر كمان شكله جميل جدا، لكن ده الوش بتاع الغرزة. احنا بنشتغل الغرزة بتاعتنا رايح جاي، حتى لو كنا بنشتغلها ايس كاب مقفول برضو بنشتغلها رايح جاي علشان شكل الغرزة يكون ظاهر بالشكل ده. ده الظهر وده الوش بتاع الغرزة. هنبدأ السطر تاني من الغرزة، وهيكون تكرار للسطر الاول اللي هو غرزة حشو وست اعمدة في نفس المكان بنفس الطريقة. لكن اول حاجة هناخد سلسلة ارتفاع، وفي نفس المكان هنشتغل غرزة حشو، وبعدين سلسلة بنفس الطريقة، لكن بدل ما بنعد غرز وبنسيب غرزتين فاضية وبنشتغل في التالتة، لا احنا لينا مكان دلوقتي محدد بنشتغل فيه، وهو الفراغ بتاع السلسلتين ده اللي بين التلات اعمدة الامامية والتلاتة اللي بعدهم في 2 سلسلة في النص، هم دول اللي انا بشتغل فيهم بعد كده الست اعمدة. تمام، مش هضطر اعد، مفيش عواميد، انا بشتغل في المكان ده على طول. بلف الخيط وبشتغل 6 عمود في الفراغ اللي بيتكون من 2 سلسلة. 2 3 4 5 6،
هو اول سطر بس اللي بعد علشان بكون بشتغل على غرز، لكن بعد كده قدامي الفراغ واضح جدا بشتغل فيه على طول. بعد 6 اعمدة باخد سلسلة بنفس الطريقة، باجي بقى وبشتغل فين غرزة الحشو اللي انا بشتغلها بين الست اعمدة دول واللي بعدهم، باجي هنا في الفراغ اللي هو مش بيتكون من سلاسل ولا حاجة، اللي هو المكان الفاضي اللي بين المجموعة الامامية اللي بتكون من 6 اعمدة والمجموعة التانية، في فراغ اهو، هدخل في الفراغ ده وهشتغل غرزة حشو وبعدين سلسلة، هلف الخيط هاجي على الفراغ اللي بيتكون من 2 سلسلة هشتغل فيهم 6 اعمدة جنب بعض، 1 2 3 4 5 6. بعد الستة سلسلة هاجي في الفراغ التاني اللي هيقابلني على طول هشتغل حشو، بعد الحشو سلسلة هلف الخيط وهاجي على الفراغ اللي بيتكون من 2 سلسلة وهشتغل 6 عواميد في نفس الفراغ، وهكمل السطر كله بنفس الطريقة. ده السطر التالت من الغرزة، بيكون تكرار للسطر الاول، هكمله بنفس الطريقة ونرجع نقفله مع بعض. وصلت لنهاية السطر، واخر حاجة اشتغلتها كانت 6 اعمدة وبعديهم سلسلة، هاجي في الارتفاع اللي كان بيتكون معايا من 2 سلسلة، هاجي في السلسلة التانية وهدخل تحت حلقتين وهشتغل غرزة حشو عشان انهي السطر زي ما بدأته، بدايته كانت حشو يبقى لازم نهايته تكون حشو. بعد كده 2 سلسلة ارتفاع وهلف القطعة بتاعتي وهرجع اشتغل تاني سطر عواميد امامية بنفس الطريقة اللي اشتغلناها قبل كده. بعد الارتفاع بلف الخيط وباجي على اول عمود في الستة، برفعه على الابرة وبشتغله عمود امامي، العمود التاني، العمود التالت، بعد العمود التالت بشتغل 2 سلسلة، برجع العمود الرابع، العمود الخامس والعمود رقم 6. اشتغلتهم الستة كلهم عواميد امامية بين التلاتة والتلاتة اللي بعدهم، اخدت 2 سلسلة في النص. هنقل على الستة اللي بعد كده، اول عمود امامي، بصوا انا بدخل منين، العمود التاني، بصوا اهو العمود اهو، برفعه على الابرة كده شايفين، بسحب الخيط وبطلع من حلقتين في حلقتين، العمود التالت، وبعد كده 2 سلسلة، برجع العمود الرابع امامي والعمود الخامس، العمود السادس. بكمل السطر كله بغرزة العمود الامامي وبنهيه بنفس الطريقة اللي بدأنا بيها، انا كنت بدأي باتنين سلسلة ارتفاع، هنهيه بغرزة عمود بلفة، وبعد كده هرتفع سلسلة واحدة بس وهشتغل غرزة حشو، وهرجع في الفراغات اشتغل الست اعمدة وبعدين حشو الست اعمدة وهاخد سلاسل في النص. دي الغرزة بتاعتنا، ده الوش بتاعها، انا هكملها وهكبر القطعة علشان الغرزة تظهر معانا، وهنرجع نشوف شكلها وصل لايه. ارتفعت بعدد السطور وكبرت القطعة، ده الظهر بتاعها، بصوا ده شكل الغرزة من قدام، الشكل المجسم، بصوا الغرز بارزة ازاي، ده شكلها وده الظهر بتاعها. لو كبرتي مقاس الغرزة هيكون القطعة طرية اكتر، كل ما تحبي ان القطعة تكون طرية بتكبري مقاس الابرة شوية وبتريحي ايديكي، فالفراغات بين الغرز بتكون اكبر والقطعة بتكون مش متماسكة. عايزاها متماسكة طبعا لو انت هتشتغليها في ايس كاب، غير لو انت هتشتغليها في كوفية. لو انت هتشتغلي في كوفية طبعا بتكبري مقاس الابرة، لو انت هتشتغليها في ايس كاب بتشتغلي بمقاس ابرة مظبوط مع الخيط بتاعك. بصوا شكلها من قريب اهي شايفين، ده الظهر، الظهر كمان شكله جميل، غرزة سهلة وبسيطة جدا بتشتغليها رايح جاي زي ما بتشتغليها في دايرة متصلة او في ايس كاب، الطريقة واحدة واحدة في الحالتين بنفس عدد الغرز، ما فيهاش اي اختلاف، مش زي اغلب الغرز ان انت تشتغليها رايح جاي غير لما بتشتغليها متصل او في دايرة، لا الغرزة دي نفس الطريقة في الحالتين.
غرزة سهلة وبسيطة جدا. اتمنى ان شاء الله ان هي تكون عجبتكم. هستنى رأيكم في التعليقات. لو عجبكم الفيديو دوسوا لايك، واللي لسه بيشوفني لأول مرة وما عملش اشتراك يدوس على كلمة اشتراك او سبسكرايب الموجودة تحت الفيديو، وكمان يفعل الجرس علشان يوصلوا كل جديد من الفيديوهات اللي بتنزل على القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.